بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. الحقيقة النهاردة معنا مجموعة كبيرة جدا من الأخبار، يمكن في مباريات كتيرة قمة هذا الأسبوع هتبتدي من بكرة إن شاء الله. يمكن يعني الدوريات أو البطولات اللي شغالة دلوقتي المحلية في منتصفها، هنجيب لكم كل الأخبار وكل الأحداث اللي حصلت. ده هيكون في النص الأول من الحلقة، النص الثاني فقرة حوارية. النهاردة معنا يعني قصة يعني يمكن جمهور نادي الأهلي كتير ما يعرفش هذه القصة. من حوالي شهر تقريبا كان في تمرين لكرة السلة ناشئات فريق 16 به. انتوا عارفين طبعا في النادي الأهلي لما بيضموا سنين اللي هم تحت 16 سنة، اتحاد السلة بيبقى ماشي الأعمار السنية سنة بسنة، 2007 2006 2008 وهكذا، بيجي تحت 16 سنة بيضم مرحلتين سنتين مع بعض. فالسنة دي كان مفروض 2007 و2008، فبيبقى الشهر في هذا السن بيفرق. يعني لما تلاقي لاعب او لعيبه اكبر بشهر من لاعب تاني بتلاقيه في تطور رهيب في الجسمانيات والفتنس، وده طبيعي لان طبعا في السن ده سن فتره النضوج والبلوغ، فبتبقى الجسم الشهر بيفرق. فالنادي الاهلي عامل فرقتين، عامل فرقه الف وفرقه ب. مش معنى ان الف احسن وب لا، الفرق السن، ان دول اغلبهم بيبقوا 2007 وب اغلبهم 2008، عشان السنه الجايه هم اللي هيبقوا كبار. فالنادي الاهلي ما بيمشيهمش، بيقول لهم لا خليكم وبتتمرنوا وبتلعبوا مباريات وكل حاجه في المنطقه وبنعدكم عشان السنه الجايه ينضم لكم 2009. الفرقه بتلعب او بتلعب مباراه وديه او تمرين في صاله الشهداء. احد اللاعبات اسمها جنى احمد رفعت. جنى كانت بتتمرن مع فرقتها عادي، مواليد 2008، وقعت ارتطمت راسها بالارض بشده، للأسف عملت مضاعفات قوية جدا، وجنى اتأثرت بالخبطة بشكل كبير، حتى كل في الملعب اتخضوا، اتنقلت بسرعة يعني بالإسعاف لأحد المستشفيات القريبة، دخلت العناية المركزة قعدت أسبوعين، خرجت من العناية دخلت عناية تانية، يعني قعدت في حوالي شهر أو يمكن قرابة الشهر في العناية المركزة. طيب حالة جنى إيه؟ جنى حالتها إن هي كدمة شديدة في النخاع الشوكي أدى لمضاعفات كبيرة جدا، منها صعوبة في النطق، منها صعوبة في المشي، مضاعفات شديدة. انتوا عارفين طبعا النخاع الشوكي هو المخ، هو التحكم الكنترول بتاع الجسم كله. جانا الحمد لله اتحسنت بشكل كبير جدا، النطق اتحسن جدا، المشي اتحسن بشكل ملحوظ، بدأت الدنيا تعود إلى مجاريها تاني، بس طبعا لسه شوية في وقت هتاخد وقت، ولكن هي الحمد لله أفضل كتير. جانا هتكون ضيفتنا النهاردة، الحقيقة لازم يعني نتكلم معاها، تجربة قاسية عليها وعلى اسرتها. هتكون جانا معانا وهتكون مامتها كمان مدام لبنى يحيى، هتكون معانا عشان نتكلم، لان انت لما تكون ولي امر وقاعد وابنك بيتعرض لاصابه قويه زي دي، لا الموضوع بيختلف. وهنا النادي الاهلي جاء دوره، انت منتمي لكيان كبير، لمؤسسه كبيره، مجلس اداره بالكامل، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره، معالي الوزير العام الفاروق نائب رئيس مجلس اداره، مجلس اداره بالكامل، اداره النشاط الرياضي، كابتن خالد العوضي، الكل اهتم بهذه القضيه، وفروا كل العناية الطبية والرعاية الطبية لجنى. هنتكلم النهاردة عن كل التجربة من بدايتها حتى نهايتها، وطبعا نتمنى لها انها يعني يكون كامل الشفاء يعني ان شاء الله ليها، وتعود للتدريب مرة اخرى، احنا عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في ذلك ان شاء الله. ده هيبقى في النص الثاني في حلقتنا الفقرة الحوارية، تعرفوا كتير جدا، تعرفوا تفاصيل كمان عن هذه الواقعة، لان الحقيقة دي كان كل حديث النادي الاهلي حتى خضت الناس كلها جانا جوه النادي الاهلي عليها، بس الحمد لله بفضل الله كنت ضيفتنا النهارده، اتكلم معاها ونتكلم مع مامتها عن كل شيء. تابعونا ان شاء الله هتلاقوا كلام كتير عن هذه الواقعه. هنروح لاخبارنا، هنبتدي بكره اليد. كره اليد انهت استعداداتها لمباراه القمه غدا، الاهلي والزمالك على مجمع الدكتور حسن مصطفى الساعه 8 مساء. المباراه مؤجله، كانت مؤجله للنادي الاهلي مش مؤجله لنادي الزمالك. النادي الاهلي كان بيلعب بطوله العالم في الدمام، مدينه الدمام في المملكه العربيه السعوديه، تأجلت مباريات له كثيرة، منها مباراة الأهلي والزمالك. بكرة هتتلعب إن شاء الله الساعة 8 زي ما قلت لحضراتكم. المباراة مهمة جدا، الفريق داخل المباراة بالمركز الثاني برصيد 44 نقطة من 15 ماتش، أما الزمالك عنده 43 نقطة من 15 ماتش برضه. طب مين المركز الأول؟ سبورتنج. والفرقتين لسه فاضل لهم ماتش مؤجل غير ماتش القمة ده، يعني الماتش ده مهم جدا. طب الدور ده مهم؟ أيوه الدور ده مهم، بس مش آخر المطاف. يعني إيه؟ يعني انت عندك بعد الدور ده هيبقى في ست فرق هتطلع تلعب السوبر، يعني اللي اقصد اقوله انه مهم في الترتيب ولكن مش اخر المطاف، يعني مش اللي هيكسب بكره هيبقى عنده هياخد بطوله.
طبعا دي اول لقاء قمه تحت قياده مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الجديد. خلاص ما بقاش جديد، هو بقاله مع الفرقه قرابه شهرين، لعب مباريات كتيره جدا. ان شاء الله بكره يبقى المكسب من حلفنا، ولكن عندنا كالعاده للاسف سوء الحظ بيعاندنا. عندنا عدد من الاصابات، اربع لعيبه تقريبا هيغيبوا عن اللقاء بكره، الحقيقه اربع لعيبه مؤثرين جدا. هيغيب بكره لاشين وسيسا وفوكس، وبنسبه كبيره هيكون احمد خيري كمان معاهم وعبد الرحمن فيصل. خمس لاعبين هيغيبوا بكره عن الفريق. طيب هيأثروا معانا اكيد، غياب لاعب بيفرق مع فرقه، ولكن اتصور الروتيشن اللي عمله مستر ديفيد ديفيدز الفتره اللي فاتت ادى لكل لعيب في الفرقه دور، وده كان كلامه في المؤتمر الصحفي، قال يا جماعه الاصابات جزء من لعبتنا، لعبتنا عنيفه والاصابات جزء منها، ولازم نعترف ولازم دايما نبقى على اتم الاستعداد ان احنا نستغنى عن لاعب او اتنين نتيجه الاصابات، ده كان كلامه. وهو اشتغل على كده. ان شاء الله بكره نشوف مباراه جيده، نتمنى طبعا التوفيق لفرقتنا. بالمناسبه بعد لعب المؤجلات الدوري هيقف، الدور التمهيدي ده هيقف. في ماتش كمان مؤجل هيكون خلصوا المؤجلات، وهيبقى ماتش فاضل مع جزيره الورد لينا ان شاء الله نكسبه، ويبقى كده خلص الدور التمهيدي للدوري. هيقف. هيقف ليه؟ عشان في بطوله العالم منتخب بيستعد لها، هتلعب في شهر يناير القادم، هتلعب في بولندا والسويد. سبحان الله الايام بتجري، احنا كنا هنا بنقول بطوله العالم على ارض مصر ودي هتبقى اخر بطوله تستضيفها دوله واحده، كنا بنتكلم الكلام ده من يعني في سنه طبعا 2021 يناير 2021. الايام بتجري، الايام بتجري، النهارده بنستعد لبطوله العالم الثانيه اللي وراها على طول في بولندا والسويد. طبعا عدد كبير من المنتخبات، منتخب مصر دلوقتي هو من احسن او من افضل اربع منتخبات على مستوى العالم، رايح بامال كبيره، عايز النهارده ليه لا، ليه ما نحلمش ان احنا ناخد بطوله العالم في وجود عدد كبير جدا من اللعيبه المحترفه في اوروبا، مش بس محترفين، ده لا محترفين ومميزين، محترفين ومميزين في الدوريات الكبيره اللي هم بيلعبوا فيها. فعندنا حلم كبير يا رب نمشي وراه، وكل توفيق لمنتخب مصر انه يقدر ان شاء الله في المونديال يحقق نتيجة كبيرة ومركز أفضل من المركز الرابع. إن شاء الله نكون في النهائي، نتمنى ذلك للمنتخب، ونتمنى التوفيق لفرقتنا بكرة في مباراة القمة الأهلي والزمالك في كرة اليد. هنروح لكرة اليد سيدات، كان عندنا مباراة امبارح مع نادي الشمس في نادي الشمس، انتهت بالتعادل في آخر ثانية. المباراة شهدت لغط تحكيمي كبير، يمكن خاصة في آخر كورة. كان كرة هجمة لنادي الشمس وكان فاول عكسي ظاهر للجميع، ولكن احتسبت هدف وتعادل نادي الشمس مع النادي الاهلي 25-25، وتبقى الاخطاء التحكيمية متواجدة بقوة في دوري كرة اليد رجال وسيدات. يا جماعة لازم يحصل تطوير، لازم اتحاد كرة اليد اللي عودنا على مدار عصور مختلفة انه بيطور في اللعبة. واضح ان التحكيم محتاج نظرة، وضع ان التحكيم محتاج تطوير، زي ما طورنا اللعيبه والمنتخبات لازم يحصل تطوير في الحكام. فرقتنا في المركز الخامس مع 22 نقطه في 6 ماتشات، كسبنا طبعا الزمالك والمعادي ومدينه نصر 6 اكتوبر البنك الاهلي، وخسرنا ماتشين سموحه والطيران، وتعادلنا في مباراه واحده مع نادي الشمس. وبرده بقول نفس الكلام، هذا الدور تمهيدي مهم، مهم في الترتيب، ولكن السته هيطلعوا وهيبتدوا يلعبوا الجد، لان الدوري السيدات 18 فرقه بيلعبوا مباراة من دور واحد، يعني 17 مباراة، عشان يطلع منهم ستة يلعبوا السوبر. نفس الكلام بالنسبة لكرة اليد الرجال. إذا الموضوع مش مهم، ولكن المهم طبعا أنت تتأهل من الستة، ولكن اللي جاي لازم يكون يتلعب بقوة. أتصور إن فريق كرة اليد سيدات مع المباريات هيكون أحسن، لأن كان في توقف كبير الفترة اللي فاتت عشان منتخب مصر كان بيلعب بطولة أفريقيا في السنغال، بالإضافة للمعسكر اللي كان قبل البطولة، وكان الفرقة بتغيب أو 10 لاعبات بيغيبوا عن التمرين 5 أيام في الأسبوع أو 4 أيام في الأسبوع، فما كانش في تناغم ولا كان في هارموني. أتصور إن إحنا بعد ماتش الشمس ده، وده أول مباراة جامدة بعد التوقف، بيتهيألي إحنا شكلنا أفضل، يعني خلينا أكون أمين معاكم، إمبارح إحنا في المباراة اللي تابعها إحنا شكلنا أفضل، ولكن يبقى إن إحنا نوصل للتوب فورم بتاعنا، وماتش ورا التاني هيبقى فيه تقدم. دوري السيدات مش هيتوقف، مش هيتوقف زي الرجال، لا مش هيتوقف، لأن ما عندهمش لا مونديال، وبطولة أفريقيا خلصوها، خدنا الثامن ولم نتأهل للمونديال، ولكن أتصور إن شاء الله ماتش ورا التاني ورا التالت الأداء هيكون أفضل. طيب هنروح للكرة الطائرة رجال. إمبارح تابعنا على شاشة قناة النادي الأهلي مباراة الأهلي ومصر البترول، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي في دوري الكرة الطائرة رجال طبعا بنتيجة 3-0. الأصوات خلصت كالآتي: 25-17
25-15 و25-10. طيب احنا موقفنا، احنا اول مجموعتنا برصيد 21 نقطه، كسبنا كل ماتشاتنا منها الرايح والجاي ومنها رايح بس. زي مين كسبنا منها رايح جاي؟ كسبنا مصر البترول رايح جاي، كسبنا الترسانه اسكندريه البترول وبتروجيت رايح بس. فاضل ان احنا العوده ان شاء الله مع المباريات دي هنتصدر المجموعه، ويتاهل ثلاث فرق من هذه المجموعه الى الدور اللي بعد كده، وثلاث فرق من المجموعه الاخرى، وهنطلع نلاعب الثلاث فرق الثانيه. اللي هيتاهل من مجموعتنا تقريبا احنا وبتروجيت والترسانه. والحقيقه الترسانه السنه دي عامله مفاجاه، عامله موسم كويس وفازت على بتروجيت في المجموعه. ماتشنا اللي جاي مع بتروجيت ان شاء الله ماتش مهم يوم الثلاث اللي جاي، هيكون بره. كنا زعنا لحضراتكم ماتش بتروجيت وعملنا استوديو تحليلي كان من حوالي اسبوع 10 ايام، وكان المباراه الذهاب كانت في صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وفزنا فيها 3-0. ماتش بتروجيت برضو ماتش يعني قوي، ولكن كابتن محمد مصالحي كل اللي بيفكر فيه دلوقتي هو الروتيشن، واكبر دليل انه شارك ابراهيم عصران الليبرو الحقيقه فتره طويله مباراه مصر البترول وادى اداء كويس. كابتن محمد مصالحي هو شغله الشاغل هو تجهيز اكبر عدد من اللاعبين عشان لما يخش في الجد ما يبقاش عنده اصابات ويبقى اللعيبه كلها جاهزه، اللي ينزل يادي. وده الحقيقه التارجت من الفتره دي، التارجت هو الحفاظ على اللاعبين وتجهيز اكبر عدد من اللاعبين. كل ما هنطلع يعني درجه اعلى او المنافسات تشتد هتلاقي الامور بتختلف والهدف بيختلف. النهارده الهدف هو تجهيز الفرقه والسكواد، الهدف اللي بعد كده بقى المكسب، وده وضع طبيعي جدا جدا. طيب فرقتنا بتضم 2 اجانب للمحترفين في مركز الدريب، وطبعا الصور اهي من المباراه والليبرو الاثنين، ويمكن النادي الاهلي كان جريء شويه وكابتن محمد مصالح ميدو انه يجيب المحترف الثاني في مركز الليبرو عشان يعلي الاستقبال بتاع الفرقه في ظل ان الخصم او النادي المنافس يعني بيجيب لعيبه يعني ضريبه كويسه بعد نهايه الموسم عشان يحسم المباريات. ولكن ان شاء الله احنا الثقه عند فرقتنا، دوري وكاس وبطوله افريقيا. بمناسبه بطوله افريقيا للرجال والسيدات هتستضيفها مصر في شهر مايو القادم، ونجح الاتحاد المصري ان ياخدها، ولكن مين اللي هينظمها ما نعرفش. هل النادي الاهلي؟ هل الانديه اللي هتشارك ممكن نادي يتقدم بطلب استضافتها؟ هل الاتحاد المصري هو اللي هينظمها؟ لم يعلم فقط غير ان مصر ستستضيف البطوله في شهر مايو القادم. والحقيقه هتبقى بطوله قويه، لان دائما ابدا بطولات في مصر طبعا بيتسابق الاشقاء العرب ان يكونوا متواجدين، والافارقه يكونوا متواجدين على ارض مصر، لانهم عندهم ثقه في التنظيم وثقه في حسن الاستقبال والمعيشه والتنقلات وكل شيء. فالحقيقه بيبقى فيها اقبال من المشاركه الخارجيه بالاضافه لمشاركه كمان داخليه لفرقتين او ثلاثه، ده بيبقى طبيعي جدا في البطولات اللي بتبقى في مصر، فهتبقى بطوله صعبه. النادي الاهلي وحامل لقب بطوله افريقيا الماضيه، نتمنى الحفاظ عليها ان شاء الله ويضيف اليها او يعود مره اخرى بالدوري والكاس، البطوله المفضله لدينا. طيب هنروح لمباراه بكره، عندنا برضو مباراه قمه بكره ولكن في الكره الطائره سيدات. المباراه كانت مفروض في مطلع نوفمبر تم تاجيلها، والمباراه هتتلعب بكره ان شاء الله، هتتلعب في صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره. وبالمناسبه المباراه دي ان شاء الله هنذاع على شاشه قناه النادي الاهلي باذن الله. هذه المباراه ستذاع بكره ان شاء الله في تمام الساعه الخامسه على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه بكره مباراه ليها طابع خاص، طبعا حضراتكم عرفتوا كان في موسم انتقالات، لعيبه راحت هنا ولعيبه جت من هنا، فبكره المباراه هتبقى كل فرقه في ثوبها الجديد، وكل فرقه هتبقى عايزه تكسب، ولكن ان شاء الله الفوز هيكون للنادي الاهلي باذنك يا رب. طيب فرقتنا عامله ايه؟ فرقتنا متصدره المجموعه زي الزمالك برضو، كله فوز، اتحاد اسكندري 6 اكتوبر اصحاب الجاد وادي دجله وليوبلس، فالفرقتين متصدرين المجموعه. اللي هيكسب بكره ان شاء الله وباذنك يا رب سيكون النادي الاهلي هيتصدر مجموعته وهيبقى الخسران المركز الثاني، وينتظر مباراه العوده اللي هتكون في ميتا عقبه ان شاء الله، اتصور بعد العوده يعني ممكن نتكلم في حوالي اسبوعين ثلاثه باذن الله. كل التوفيق، مباراه بكره ان شاء الله باذنك يا رب، باذنك يا رب هتبقى الساعه الخامسه وهتبقى من صاله الشهداء. هي دايما كانت بتتلعب في صاله الامير عبد الله الفيصل، ولكن المره دي هتتلعب في صاله الشهداء. طيب عندنا اخبار لسه، يمكن عندنا خبر مهم عن مصطفى عسل، بس خلينا مع الخبر ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. هنروح للسكواش، نجمنا الكبير بطل العالم مصطفى عسل بيلعب بطوله هونج كونج، او كان بيلعب بطوله هونج كونج اللي خلصت من يوم او اتنين. مصطفى كان وصل للفاينل بيلعب البروفي ديجو الياس. الحقيقه كانت مباراه شهدت يعني احداث غريبه جدا. مصطفى لعيب كبير وبطل عالم ووصل
انه خسران 2-0. تعرفين الاسكواش بيبقوا 5 اشواط، اللي بيكسب 3 بيفوز. فمصطفى دي صورة نجمنا البطل طبعا، كان بيلعب زي ما قلت لحضراتكم البيروفي ديجو الياس. خسر اول شوطين، والشوط الثالث وصلت النتيجه 10-8 لديجو الياس. يعني خلاص نقطه وتنتهي المباراه 3-0. بصوا الجمال وبصوا الاصرار. يقوم مصطفى يقلب النتيجه في الشوط الثالث من 10-8 ل 12-10، يكسب 4 نقاط متتاليه وديجو ما كسبش ولا نقطه. طب هل اكتفى بكده يعني مصطفى؟ لا، فاز بالشوط الرابع وفاز بالخامس، يعني فاز ثالث رابع خامس. دي طبعا قفزه مصطفى عسل، لانه ما صدقش، احنا نفسنا كلنا قلنا خلاص مصطفى خسر. فالحقيقه يعني كان اداء رجولي، كان في يعني اصرار كبير جدا على المكسب، وكان في ريمونتادا كبيره جدا عملها مصطفى عسل. هنا مصطفى فاز بالبطوله دي، اكيد اكيد هتفرق معاه في النقاط، واكيد هتفرق معاه في التصنيف العالمي. مصطفى ماشي كويس، مش لازم كل بطوله بيخش يكسبها، ولكن هو بيشارك في عدد بطولات كبيره. لازم في نهايه الموسم يكون مجمع نقاط كويسه دايما تحافظ عليه في التصنيف. خلي بالكم مصطفى قبل غير مصطفى بعد. مصطفى قبل كان مصطفى صاعد ناشئ، الناس لسه بتعرفه، فكان فيه دافع، وكان والناس بتلعبه يمكن مش بكل قوتها، لانه لاعب صغير، وكان طريقه لعبه كمان مختلفه، كان لسه صغير. مصطفى دلوقتي بقى لعيب بطل عالم، بقى من احسن لعيبه في العالم، فاللعيبه نازله له محضره له كويس. كل لعيب نازل بيلعبه عايز يكسب مصطفى عشان يبقى اسمه كسب مصطفى، كسب بطل العالم. فاذا هنا بقت الكومبيتيشن اصعب، وبقى الحفاظ على مركزه العالمي او الرانك العالمي او التصنيف العالمي بقى اصعب. يعني اللي جاي لمصطفى اصعب بكتير من اللي فات. وصول للقمه سهل، ولكن الحفاظ عليها اصعب. مصطفى الفتره اللي جايه، ولسه عنده 21 سنه، الفتره اللي جايه هيلاقي مقاومه عنيفه جدا في كل البطولات. لازم ده يتاكد بالاصرار زي ما شفنا، لازم يتاكد بتطوير الاداء واللعب، لازم ما يسيبش هفوه، والثبات الانفعالي لازم يكون في ثبات انفعالي قوي جدا، لان المباريات كلها هتبقى كده يا مصطفى. والحكام هتبقى المباريات هتلاقي في قرار عكسي، في قرار حكم مش هيعجبك، فالثبات الانفعالي مع اللعيبه والاداء الفني، والثبات الانفعالي تجاه الحكام. الفتره اللي جايه موضوع مختلف خالص مع مصطفى عسل. عشان يفضل على القمه لازم يطور من المينتاليتي والسيكولوجيه بتاعته، وده اللي معودنا عليه مصطفى. مصطفى بيركز مع نفسه كويس جدا جدا جدا. فتصور، انا بحلل الفتره اللي جايه، مصطفى الفتره اللي جايه عشان يفضل على قمه التصنيف 10 سنين جايين لازم يكون في الكلام اللي قلته لحضراتكم. شايفين الصوره دي؟ يعني مخبوط وبتاع، بس في اصرار قوي جدا من مصطفى، ولا فارق معاه ولا اتكلم مع الحكام، بالرغم ان انتم شايفين زي في بوكس اوت او في تحجيز بظهره، نطر مصطفى عسل وقعه، ولكن في اصرار وفي يعني عزيمه ان مصطفى يكسب. واكيد ما كسبش 3-2 بعد ما كان متاخر 2-0، الا ما كان عنده اصرار وعزيمه وثبات انفعالي. يعني اذا هو عنده. نتمنى كل التوفيق لمصطفى وكل ابطالنا، وناسبة الاسبوع الجاي ان شاء الله هتنطلق بطوله النادي الاهلي المفتوحه، في بطوله كل نادي بيعمل بطوله. بطوله النادي الاهلي هتنطلق الاسبوع القادم على مجمع الاسكواش في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وهيشارك فيها كل لاعبين ولاعبات النادي الاهلي للاسكواش. زي ما قلت لحضراتكم بيبقى كل نادي بيحدد ميعاد في اجنده على الاتحاد المصري للسكواش، وكل فرقه وكل نادي بيطلب ميعاد معين لبطولته. النادي الاهلي بطولته الاسبوع القادم، نتمنى كل التوفيق. طبعا مصطفى هيلعب، نادين شاهين هتلعب، سنه ابراهيم، كله هيلعب ان شاء الله، هيلعب كله ان شاء الله المباريات. هي انطلقت كمان، ده هم بيقولوا لي كمان انطلقت. تمام، انا بتكلم كمان الرجال يمكن انا اتكلمت عن الرجال، هتنطلق الاسبوع الجاي، ولكن هم صححوا لي المعلومه بشكركم، انه انطلقت الناشئين. انت عندك بتلعب تحت 9، تحت 11، تحت 13، تحت 15، تحت 17. فانا كان قصدي على الرجال الاسبوع القادم، ولكن بالنسبه للناشئين والناشئات الجينيورز ابتدت خلاص، يعني امبارح او اول او خلاص يعني قربت تخلص، وهيخش على الكبار، لان هم بيختموا بالكبار او الرجال والسيدات. كل التوفيق للنادي الاهلي في التنظيم والنتائج ان شاء الله الجيده. هنروح للكاراتيه، لعبتنا في الكاراتيه في النادي الاهلي بيبلو بلاء حسنا مع المنتخبات، ومحققين ميداليات ولا اروع. هنبتدي بكريم ابو عيطه اللي كان ضيفنا من حوالي شهر، كان وعدنا انه هيطور من نفسه ومن ادائه. ما شاء الله كريم فاز بذهبيه بطوله افريقيا في الكوميتيه. دي صوره كريم اللي كان معانا لو تفتكروا من حوالي شهر، من كذا حلقه، وكان كريم من اللعيبه اللي اتظلمت كتير، يعني كان عنده ظروف صعبه، وكريم قال ان انا ان شاء الله اعوض كل ده وافوز.
صدقت في كلمتك يا كريم وفزت ببطوله افريقيا. طبعا البطوله بتتلعب في جنوب افريقيا في الفتره من 29 نوفمبر حتى 6 ديسمبر. كريم فاز بالميداليه الذهبيه في وزن 60 كيلو جرام بعد ما فاز على بطل المغرب بنتيجه 3-1. الف مليون مبروك يا كريم، وان شاء الله اللي جاي لك افضل باذن الله في بطولات العالم. ان شاء الله افريقيا بوابه بطولات العالم، واحنا منتظرين منك سواء في البريمير ليج او في بطولات العالم المزيد والمزيد. هنروح لمريم العزبي لاعبه النادي الاهلي ايضا في الكاراتيه ولكن في الكاتا، واللي نجحت تفوز ايضا بذهبيه افريقيا في نفس البطوله. البطوله زي ما قلت لحضرتك اتلعبت 29/6 ديسمبر، قدمت مستوى كويس جدا جدا وبناء عليه فازت في ترتيب الكاتا. وكمان على فكره برضو مريم من اللاعبات اللي بنتظرها مستقبل كبير جدا، وكانت ضيفتنا كمان في برنامج الابطال وعدت بتطوير مستواها بشكل كبير. بالمناسبه مريم يمكن سنها صغير جدا، مواليد 2007 تقريبا على ما اتذكر، فالحقيقه يعني بتأدي اداء كبير جدا، وكانت معانا هنا وكانت قاعده على يميني في الاستوديو بعد ما فازت بميداليه في بطوله العالم. يعني الحمد لله لاعبتنا في الكاراتيه سواء رجال او سيدات حتى الناشئين بيبلوا بلاء حسنا في كل المراحل السنيه والبطولات الاقليميه والدوليه. هنروح للرمايه، ويبدو ان هناك نصر اخر للرمايه ولكن خارج الميدان في ميدان الانتخابات. حازم حسني، اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد، يفوز بعضويه المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي. والحقيقه ده انا شايفه مكسب كبير ونصر كبير. ليه؟ لانه انت زي ما عندك كوادر فنيه لازم يكون ليك كوادر اداريه جوه صنع القرار، ويكفي مكتب التنفيذي هو مطبخ القرارات في كل الاتحادات. طبعا فاز بعد الانتخابات اللي اتعملت منذ ايام في مدينه شرم الشيخ على هامش البطوله اللي اتعملت طبعا في مصر، وكاس رئيس الاتحاد طبعا صوره اللواء حازم حسني، ونسبة كان ضيفنا ايضا في برنامج الابطال، وهو اللي بشرنا انه نازل الانتخابات وقال لنا ان شاء الله ان هو باذن الله هيكسب. مصر استضافت المره الاولى في التاريخ اجتماعات الاتحاد الدولي للرمايه، في المره الاولى للتاريخ نستضيف الانتخابات. كانت دايما بتتعمل بره مصر، وقدر الايطالي طبعا لوسيانو رئيس الاتحاد الدولي بعد حصوله فاز طبعا بعد حصوله على 51% بوينت 71 فاصل 71، عم نتكلم في منافسه شرسه شرسه جدا 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 مع الروسي فلاديمير. على فكره الروسي فلاديمير ليسين ده تقريبا كان الرئيس السابق، صح يا جماعه؟ ايوه، يعني الرئيس السابق خسر، جه رئيس جديد لاتحاد الرمايه فاز عليه بواحد، لا احنا 51 يعني 1% 1.7 في الاصوات. فاحنا بنتكلم هنا انه المنافسه كانت شرسه جدا على ارض مصر مدينه شرم الشيخ، والرئيس الجديد اطاح بالرئيس القديم طبعا الايطالي لوسيانو، اطاح برئيس الاتحاد السابق الروسي فلاديمير وفاز برئاس الاتحاد. زي ما قلت لحضراتكم الاجتماع ده حصل على هامش البطوله اللي اتعملت في العاصمه الاداريه في مرمى او في ميدان الرمايه اللي تم انشاؤه في العاصمه الاداريه على اعلى مستوى. والبطوله كانت اتعملت من 28 لحتى 4 ديسمبر، النهارده اخر يوم ان شاء الله، وشارك فيها 49 دوله. والحقيقه الحلقه اللي كانت مع اللواء حازم حسني اتكلمنا عن هذه البطوله، هي بطوله كاس رئيس الاتحاد واللي استضافتها مصر يمكن للمره الاولى. كل التوفيق لابطالنا في الرمايه، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى ايضا ميداليه اولمبيه في باريس 2024. هنروح لخبر اخر محلي، ودايما بيكون السلاح هو محط انظارنا للنتائج الجيده اللي بيعملها. زي ما فاز منتخب الشباب منذ ايام ببطوله العالم بيكرر هذا الفوز، منتخب مصر يتوج بذهبيه كاس العالم للشباب ولكن في سيف المبارزه باوزبكستان. البطوله اتعملت في العاصمه طشقند عاصمه اوزبكستان امبارح والنهارده، ما شاء الله ابطالنا ابطال العالم في الشباب، وبالمناسبه احنا متصدرين التصنيف العالمي، هؤلاء هم الابطال. محمد السيد كان ضيفنا اللي في الصوره، هو اللي مصور السيلفي كان معانا هنا، وما شاء الله الولاد دول عندهم شغف كبير جدا. الولاد دي انا يعني ان شاء الله ربنا يحفظهم يا رب ميداليه باذن الله. وكابتن سيد على فكره اللي واقف على اليمين ده بابا محمد السيد، فهو ده والد طبعا نجم الفريق، فده منتخب مصر. الف مليون مبروك ابطال، الف مليون مبروك الفوز 45-35 على منتخب كازاخستان. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم البطوله اتعملت في اوزبكستان في العاصمه طشقند، والمنتخب بيضم في صفوفه ابطال، خلينا نقول اساميهم، حفروا اساميهم من ذهب: محمد ياسين، محمد السيد، محمود السيد، ويوسف شامل، ويقود المنتخب طبعا زي ما قلت لحضراتكم السيد سامي والد محمد السيد، ويرافق الفريق الطبيب احمد عزت. الف مليون مبروك، دي صوره طبعا فور وصلهم، او لا ده هم مسافرين، انا اسف لان البطوله خلصت النهارده ما لحقوش يرجعوا.
ولكن طبعا حدث كبير، ألف مليون مبروك. مش الفوز بس كمان، ولكن صدارة التصنيف العالمي، هو ده طبعا ولاد مصر وهم دول أبطال مصر. وإن شاء الله نعمل حلقة كبيرة جدا لهذا المنتخب وبنعدلها عشان يكونوا معانا ونعرفهم بحضراتهم. ودي خلي بالكم الميدالية التانية في أقل من شهر، والتصنيف العالمي احنا متصدرينه يعني بأريحية كبيرة جدا. ألف مليون مبروك، حدث كبير. بنبارك طبعا الكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد واتحاده بالكامل الحقيقه اللي بيبذل مجهود كبير جدا. يا ليت يعني كل الناس تبقى اتحاد الرمايه وكل الاتحادات تبقى اتحاد الرمايه. نتمنى دايما مصر في المقدمه، ومصر طبعا تبقى في المقدمه زي ما عمل اتحاد السلاح، تعمل كل الاتحادات ويبقوا عندهم الغيره اكتر على اسم مصر. اسم مصر لازم يكون في المقدمه، عندنا كل شيء، في رعايه، في بنيه تحتيه رياضيه، في اعداد جيد بتعمل لابطالنا، فلازم يكون ان شاء الله المقابل هو الفوز باذن الله. هنروح لربعينا، ربعين رفع الاثقال. مصر زي ما انتم عارفين ابطال مصر في رفع الاثقال ليهم وزنهم العالمي. بعدنا ثلاث سنين نتيجه الايقاف، حرمنا من بطوله الاولمبياد طوكيو 2020، ولكن ها هنا عدنا مره اخرى ابطال ربعين مصر في رفع الاثقال، واللي بيشاركوا في بطوله العالم اللي هتتعمل ان شاء الله في كولومبيا. سافروا خلاص المنتخب وبيشارك. طب مين اللي مشارك؟ من عندنا اربع لعيبه، والقائمه بدهم هقول اساميهم كلهم. نور عصام في وزن 49 كيلو جرام، وساره سمير في وزن 67 كيلو جرام، وسمر حبشي في وزن 87 كيلو جرام، وحليمه عبد العظيم في وزن 87 كيلو جرام، ومحمد محمود سليم في وزن 96 كيلو جرام، وعبد الرحمن محمد في وزن فوق 109 كيلو جرام. وبيضم الجهاز الفني علاء الدين حسن كامل مدير المنتخب، ومدربين بانكي واسماعيل السنوسي ومحمد سمير اداري، ومحمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري رفع الاثقال كرئيس بعثه. طبعا مستنيين منهم الكتير، لان دي اكبر بطوله هنشارك فيها بعد الايقاف الحقيقه، وهي بطوله العالم في كولومبيا. محتاجين نرجع تاني لصدارتنا، محتاجين نقول احنا هنا، عشان ده هيكون فتحه خير علينا ان شاء الله في 2024. خلي بالكوا خلاص احنا نعتبر في 2023، ايام قليله وينتهي العام ونستقبل عام جديد 2023. ان شاء الله يكون عام سعيد على الرياضه المصريه، ولا بد من رفع الاثقال يعني يثبت حضوره بقوه في كولومبيا. ولو لو لاحظتوا الاسامي هتلاقي منهم شباب كتير، شباب كتير. ونعمه ما شاركتش، لعيبه طبعا كبيره بتاعتنا، بطله العالم وبطله اولمبيه، ما شاركتش عشان عندها اصابه. ولكن زي ما حضراتكم شايفين ساره سمير، وعندنا لعيبه كتير من الشباب، وهو ده اللي احنا عايزينه. جيل جديد بيطلع قادر، ولكن عايزين نثبت حضورنا بشكل كبير في كولومبيا. منتخب كمان بيستعد بمعسكر، كان يستعد بمعسكر مغلق في جورجيا، وده كان مهم جدا لمده 20 يوم. 20 يوم مش كتير ومش قليل، ولكن ان شاء الله يعني فتره مناسبه، كنا نتمناها طبعا اكبر من كده، ولكن مش فتره قليله. ان شاء الله يكون اعداد جيد، ننتظر ان شاء الله من ربعنا اثبات حضورهم بقوه في كولومبيا، عشان ده يبقى رساله لكل طبعا يعني الابطال في الدول الاخرى ان مصر قادمه بقوه باذن الله. وحذاري حذاري حذاري من المنشطات، حذاري من المكملات الغذائيه. انا بنادي من هنا يا جماعه، ركزوا في هذا الموضوع. لو لا قدر الله بيتم تحليل هناك اللعيبه واللاعبات، بيتاخد عينه عشوائيه وبيتحلل الكل. فيا جماعه ربنا يستر، يا رب يكون الاتحاد يستعد بشكل جيد، يا رب يا رب يكون بالظبط الاتحاد الدولي قفل الملف بتاعنا بتاع المنشطات بغرامه ماليه، اكتفى بالغرامه الماليه، مش عايزين نفتح الموضوع ده تاني. وقال ان المنتخبات المصريه تحت المنظار، يعني احنا طبعا ما اكيد الموضوع اتقفل نتيجه تحركات اللجنه الاولمبيه المصريه والاتحاد ووزاره الشباب، واتقفل الموضوع اللي فات بغرامه ماشي، ولكن اللي جاي الاتحاد حذر وقال المنتخبات المصريه تحت الملاحظه، لان احنا طبعا لينا هيستوري ليس متعمد في المنشطات. طبعا احنا هنا في مصر ما عندناش اي توجه الا اذا كان، هتلاقيه في كل الالعاب ما عندناش توجه في المنشطات، ولكن بتبقى حالات فرديه للاسف اتجمعت. اللعيبه بتروح تاخد منشطات، مش منشطات، بتاخد مكملات غذائيه من نفسها. طب ده كلام ده ينفع؟ فيا جماعه انا مش خايف من تحكيم ومش خايف من منافسه، لان ربعينا على مستوى عالي، ولكن انا كل اللي خايف منه هو هذا الموضوع ده، يكون اللاعب خد بروتينات، خد مكملات غذائيه بتدي كربوهيدرات بتدي طاقه، بدون الرجوع للجهاز الفني واللجنه الطبيه غير معلومه المصدر، يتعمل له تيست، نيجي نبص نلاقي التيست ايجابي، لاعب اتنين تلاته يقول لك لا دي مش حاله فرديه، دي حاله جماعيه. اوقف مصر تاني،
يبقى احنا كده هنخش في دايره مفتوحه او دايره يعني فوهة مفتوحه مش هنعرف نخرج منها، وكل شويه هنبقى في هذا الموضوع. انا بحب واعيد هذا الموضوع ليه؟ لان ربعنا احنا خسرناهم في بطوله طوكيو، مش عايزين نخسرهم تاني في باريس 24. الحقيقه كده تكون اخبارنا خلصت محليه واخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. خلينا نطلع تاني لفاصل عشان نستقبل تاني جنى رفعت. وداني انا عايز اعيد القصه تاني، معلش انا اسف، عشان الناس تبقى عارفه مين جنى رفعت اللي هتنورنا وتشرفنا بعد قليل. جنى لاعبه كره سله مواليد 2007، تعرضت لاصابه قويه جدا في احد التدريبات على صاله الشهداء، ارتطم راسها بالارض بقوه، كان ليها مضاعفات كبيره حقيقه لهذه الخبطه. اتنقلت العنايه المركزه، قعدت يمكن 4 أسابيع بالعنايه المركزه، كل النادي الاهلي اتخض عليها وكل النادي الاهلي دعمها بشكل كبير، حتى جماهير النادي الاهلي كمان دعمتها وكرموها حتى في نهائي المرتبط. انا شفت في نهائي المرتبط الرجال، كنت في الملعب وشفت قد ايه الجماهير احتفلت بيها وصفحات على السوشيال ميديا بيحتفلوا بيها، خضت مصر كلها عليها. الحمد لله هي بتعاني من كدمه في النخاع، كان في مشاكل شويه في الكلام والنطق وكان في مشاكل في الحركه، الحمد لله الدنيا بتتحسن اكتر بشكل كبير، في ملاحظه طبيه جيده، هي دلوقتي في البيت. بعد الفاصل هتكون معايا ان شاء الله جنى احمد رفعت وهنتكلم معاها عن تجربتها، هتكون معايا طبعا السيده والدتها مدام لبنى يحيى عشان نتكلم حتى على هذه التجربه سواء على الاسره الوالد او الوالده وعلى جنى نفسها، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه طبعا برحب بلاعبه النادي الاهلي تحت 16 سنه جنى احمد رفعت. اهلا بيك يا جنى. اهلا بحضرتك، منورانا. بنورك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، شكرا. بنرحب طبعا بوالده جنى مدام لبنى يحيى اللي منورانا في استوديو. اهلا بيك يا مدام. اهلا بحضرتك، منورانا والحمد لله على سلامه جنى. الله يسلمك، الله يخليك. خلينا نبتدي مع جنى كده، انت اخبارك ايه؟ احسن؟ الحمد لله كتير. الحمد لله رب العالمين. تحسن؟ انت مبسوطه ان انت بتحسني والدنيا بترجع للاحسن؟ طبعا. مشتاقه ان شاء الله ترجعي تلعبي وتتمرني تاني مع الفرقه. ان شاء الله ترجعي احسن من الاول. ايه اللي حصل؟ ايه الدنيا؟ ايه اللي حصل؟ القصه والحدوته الكبيره اللي حصلت، ايه اللي حصل؟ هو انا اساسا كنا بنلعب ماتش في الاهلي يعني مع 14 سنه. واحنا بنلعب يعني انا قطعت كرة من واحده ورايحه بقى فاصل بريك عشان تحطي باسكت. لا كنت هباصي لواحده، بس واحده معايا، ففي بنت يعني دخلت عليا زقتني جامد. ما لحقتش كنت ماسكه الكرة في ايدي فما لحقتش اقع اسند على ايدي. تمام. فوقعت على راسي. بعد كده قوموني وكده، انا ما كنتش عايزه اوهم نفسي ان انا فيا حاجه وكده، مش حاسه ان انت مظبوطه. فانا قلت ان انا تمام، قلت لهم ان انا تمام يعني يا حبيبتي. بس بعد كده اول ما قلت لهم كده راحوا ماشي قوموني، بعد ما قوموني رحت وقعت ما قدرتش اقف تاني. ما قدرتش تقف؟ طيب وبعديها يعني قعدوني على كرسي وكده، و الدكتور يعني بتاعت النادي جت شافت حالتي وكده. وبعد كده ايه اللي حصل بعد الماتش بقى، ولا في ساعتها روحتي على المستشفى ولا لا؟ بعد الماتش قعدت شويه عشان افتكروا الحاله بسيطه يعني. والدكتور يعني شربتني مش عارفه حاجه يعني تنشط الاعصاب. بالظبط. بس وبعديها راحت اول ما لقوا كده مفيش اي استجابه خالص فراحوا ودوني على المستشفى. ان شاء الله. بس انت الحمد لله اتحسنتي اهو، الدنيا جميله الحمد وان شاء الله ترجعي تلعبي ونيجي نتفرج عليكي كلنا ان شاء الله. كسبتي جمهور كبير دلوقتي بقى متابعك. طب مدام لبنى يعني يمكن انت كنت في الملعب ساعتها؟ لا ما كنتش في الملعب. كان باباها موجود او كان اي حد ولا لا؟ لا ما كانش حد موجود، هي كانت لوحدها. كانت لوحدها. طب مين اللي بلغ حضرتك ازاي ان جنى اتخبطت؟ هم والله اتصلوا بيا وقالوا لي ان جنى وقعت. مين اللي اتصل بيكي؟ والله انا ممكن مش متذكره. هو يعني هو حد كلمني وقال لي جنى وقعت واتخبطت في دماغها. انا كل يعني توقعي ان هي ممكن تكون اتجرحت يعني دماغها اتفتحت او حاجه، فما كنتش متخيله الموقف يعني. فقلت خلاص ماشي تمام. وبعد كده انا في الطريق برضو جات لي مكالمه ثانيه ان جنى هنطلع بيها على المستشفى. فانت هنا بقى طب عاوزه اكلمها، طب في ايه؟ قالوا لي مش هتقدري تكلميها بس انا بقى رايحه فتخيلات في دماغي طبعا ابشع الصور يعني. طب رحت على النادي ولا رحت على المستشفى؟ لا على المستشفى على طول، لان هم اوريدي كانوا في المستشفى كلهم. تحركوا بجنى؟ اولياء الامور والبنات طبعا
وكل المدربين وكله يعني كانوا هناك موجودين، فانا طبعا رحت على المستشفى على طول. طب يعني الرحله العلاجيه ابتدت ازاي؟ يعني حضرتك الاصابه كانت فاكره يوم ايه في الشهر ولا مش فاكره؟ كان يوم 28/10 28/10 يوم الاربعاء. يوم الاربعاء يعني احنا بنتكلم في اكتر من شهر وشويه. طيب حضرتك رحت على المستشفى، ايه اللي حصل مع جنى؟ فاكره حضرتك اللي حصل في اليوم ده؟ هل مثلا دخلوها اوضه؟ هل بداوا يعملوا اشعاعات؟ يعني فعلا هو يعني احنا اول ما رحنا، انا اول ما دخلت هي كانت فاقده الوعي تماما، هي فاتحه عينيها بس كان فاقده الوعي، ما كانش حاسه باللي حواليها خالص، ما كانتش بتسمع، ما كانتش شايفانا اساسا يعني. وانت ما كنتش شايفه ماما جنى ولا كنت شايفاها ومش قادره؟ انا مش فاكره اي حاجه اساسا من ساعه ما رحت المستشفى لحد اليوم اللي بعده، كل ده مش فاكره اي حاجه. يعني ولا فاكره ان انت شفتي مامي ولا لا ماما كانت واقفه ولا جنبك؟ اي حاجه لا، وما فيش كلام طبعا خالص، ما فيش حركه، مجرد بس حاجه كده بتبص لك بس، لكن ما فيش اي رد فعل. التنفس كان كويس وكل حاجه كويسه بقى بعد ان ما فيش يعني يعني هي بس كده زي ما قاعده قدام حضرتك كده بس من غير اي حركه، بس من غير اي حركه خالص. طب المستشفى عملت ايه بقى ساعتها؟ ايه اللي تم؟ لا هي المستشفى ساعتها طبعا اول ما انا رحت وشايفين الحاله بالمنظر ده، عملوا لها على طول اشعه على المخ. تمام. اشعه مقطعيه على المخ يعني. وبعد كده قالوا هنحطها 24 ساعه تحت الملاحظه، هتتحجز يعني وتتحط 24 ساعه تحت الملاحظه. اتحطت بس كانت في اوضه عاديه؟ لا كانت في العنايه. في العنايه المركزه 24 ساعه. تمام. فبعد كده تشخيص طلع ان هي عندها ارتجاج في المخ. لها ارتجاج في المخ نتيجه الخبطه طبعا. فده عامل طبعا كون ميه حوالين المخ. فطبعا وظائف الجسم وظائف الجسم كلها في خلل يعني خلال. في خلل وكده على هذا الاساس يعني. طب هم عملوا اشعه وقعدت تحت الملاحظه 24 ساعه، خرجت من المستشفى بعدها بيوم ولا استمرت في المستشفى؟ لا لا، قعدنا بتاع 3 أو 4 أيام لان كان برضو في اشعاعات شغاله برضو مستمره. طبعا اشعه مقطعيه واشعه رنين على العمود الفقري طبعا وعلى فقرات الرقبه وعلى المخ وعلى كشف كامل كامل بصراحه. بس بعد كده برضو من خلال الفحص يعني طلع برضو ان عندها اصابه في الحبل الشوكي، وهي دي اللي عملت بقى ايه، وقفت الاطراف الاربعه من الحركه خالص. وهي الاصابه كادمه ان شاء الله مع الوقت يعني؟ الدكاتره قالوا اصل حاجات الاعصاب دي بتاخد وقت شويه. اكيد اكيد. بتاخد وقت طويل. هي طبعا يعني اساسها العلاج الطبيعي. برافو عليك. مرحله العلاج الطبيعي دي هي مهمه جدا في الفتره دي يعني. احنا خدنا العلاج الطبي خلاص الحمد لله. الحمد لله. فالفتره دي بقى العلاج الطبيعي هو اللي هي يعني. جنى قعدت 4 أيام في المستشفى وبعد كده خرجت. 4 أيام بعد كده رحنا مستشفى نيور اسبيتاليا في 6 اكتوبر. رحتوا مستشفى تانية؟ مستشفى تانية التخصص بقى تخصص. عشان عشان يبقى الفحص بصورة اكبر يعني. طب وقعدت في المستشفى التانية قد ايه؟ قعدت بتاع اسبوعين كده. يعني قعدت برضه فترة تانية بس تحت ملاحظة في مستشفى تخصصية. طبعا طبعا. مع ده مع تلقي علاج بقى، العلاج العادي يعني شرب المحاليل طبعا. محاليلها كانت على طول محاليل، كل حاجة محاليل. طب وحبيبتي كانت بتقدر تاكل؟ بتقدر تاكل يا جانا في الفترة دي ولا أول لا؟ ما رحت المستشفى التانية بتقدر تاكل؟ كنت بقدر اكل بس مش بكميات كبيرة. حاجات طبعاً بسيطة في الأول وبعد كده يعني بدأت أكل. يعني ما كانتش قادرة تمضغ حتى المضغ طبعاً نفسه طبعاً. ما قادش مش قادرة تحرك بقها أصلا. هذه قلت كلمة كويسة أوي، في خلل في كل الحركة في الجسم حتى في الجسم كلها. فعلا فعلا حتى في حركة العين حضرتك يعني برضه حركة العين بس هي أنا شفتها في الملعب. اتصورت معاها يعني. ليا الشرف إني أصور معاك. ربنا يخليك. كانت لا النهارده بسم الله ما شاء الله يا رب احسن الحمد لله. هي كل يوم احسن الحمد لله. هي طبعا يعني مقارنه بالوضع في الاول لا الحمد لله الحمد صحيح. لله على كل حال طبعا. طب خليني بقى نخرج بره الاصابه كده جانا شويه بقى، ننسى بقى الدنيا دي خلاص ان شاء الله تروح لحالها. انت يعني الباسكت بول ابتديتي باسكت ازاي؟ هل اخواتك بيلعبوا باسكت؟ لا ازاي؟ اخواتي كوره، انا كرة. الباسكت هم بيلعبوا كره قدم. انت طب اخترت الباسكت ليه؟ هو اساسا الباسكت ما كانش في دماغي اصلا فعلا. يعني الباسكت ما كانش في دماغي، وابتديت الاول اساسا العب تايكوندو سنه، وبعد كده جات لي اصابه برضو، وبعد كده رحت باسكت. بالك قد ايه لعبت سباحه؟ سنه برضو في الاهلي، وبعد كده رحت الباسكت. طب قعدتي قد ايه تلعبي يعني باسكت؟ بالك قد ايه، 4 5 سنين ولا اكتر؟ 9 سنين. من انت عندك 9 سنين بتلعبي؟ لا من وانا عندي 6 سنين. ما شاء الله. ده يعني انت ما طولتيش في الالعاب التانية كتير؟ لا انت دخلتي الباسكت على طول. فاكره مين اللي دربوك يا جنى؟ مين بقى اول كابتن دربني؟ كابتن كريم. كريم حسام. عارف طبعا كابتن كريم. مين تاني؟ وبعد كده يعني الاول كنا في الاكاديميه عاديه. وبعد كده طلعنا بداوا يقسموا فرق، فطلعنا فرق. كان كابتن من الاكاديميه.
كابتن كريم برضو كان هو اللي بيدربنا. كابتن كريم كل البنات بتحبه، كابتن كريم بصراحه جميل جميل جدا. ومين تاني بعد كده؟ كابتن احمد حسبه. احمد حسبه وجه كابتن علاء شاهين اللي هو مدربك دلوقتي صح ولا كابتن عمرو صابر؟ عمرو صابر هو اللي كابتن عمرو صابر المدرب بتاعكم دلوقتي. اتمرنت بقى كابتن علاء شاهين شويه ولا ما اتمرنتيش؟ مش كتير بس هو كابتن عمرو صابر دلوقتي هو مدربك. طيب انت يعني بتحبي مين من اللعيبه الكبار نفسك تبقي زيه؟ انا نفسي ابقى زي ثريا محمد. ثريا ها؟ طبعا انا عايز ابقى زي ثريا. ما شاء الله عليها والله بجد، ما شاء الله عليها. برضه بحب كابتن مودي جرح قوي. كابتن مودي جرحي مودي جرحي حبوب قوي قوي قوي. طب قولي لي بقى، يعني انت يعني اخترت الباسكت وكملت فيه؟ انت مواليد 2008 صح؟ 2007. لسه صغنونه يعني مش كبير. طيب يعني في الماتشات وفي التدريبات وفي حتى في يعني في الايام العاديه، مش لازم يكون عندنا تدريبات، مين بيبقى اقرب واحد ليكي؟ مين اقرب من اللعيبه صحباتك؟ اللعيبه صحباتي اتنين. مين؟ رحمه واميره. تحبوا بعض قوي؟ وبتخرجوا مع بعض حتى في الماتشات والتدريبات؟ اسمها شذا. لا هو احنا ما بنخرجش مع بعض، بنشوف بعض بس في التمارين عشان ما بيبقاش عندنا وقت دروس بقى وتمارين تانية وكده، فيتنس وحاجات زي كده ومدارس. طب ويعني تخرجوا، يعني مش قصدي تخرجوا مع بعض، بعد التمرين تقعدوا مع بعض تشربوا حاجه في النادي؟ يعني بيبقى كل واحد في الفرقه بيبقى ليه صحاب. طب قولي لي انت، لما انت رحتي ماتش نهائي مرتبط رجال، رحت السيدات؟ انا كنت هروح السيدات بس ما عرفتش اروح علشان كان ورايا وقتها جلسه علاج طبيعي وكده. ما عرفتش تروح، انما رحت الرجال. وكنت اساسا في المستشفى كنت وقتها. لا ما كنتش عارفه تروح. طب لما رحتي بقى الرجال يعني وشفتي استقبال الجمهور ومستر اجوستي، انا شايف صوره طبعا اتصورت معاكي وكل اللعيبه اتصورت، انا جيت اتصورت معاكي. فيعني اهدي صورتك طبعا يا مستر اجوستي بكاس المرتبط. وكنت الصوره دي جت ازاي؟ دي كانت في الملعب بعد ما طفوا النور صح؟ بس جت ازاي؟ يعني فكريني، نزلت ازاي وقعدت حضرت الماتش منين؟ انا اساسا حضرت الماتش عادي. كنت قاعده فين؟ كنت قاعده زي المقصوره بتاعت الاتحاد الاسكندري. المقصوره الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه. وبعد الماتش نزلتي؟ بعد الماتش اساسا احنا كنا ماشيين وكنا بنسلم على كابتن مودي بس، يعني هو بيشاور له ان احنا ماشيين. تمام. اول ما شافنا كده راح قال له لا استنى هننزل. تعالي انزلي. طيب وانت دخلتي الملعب ازاي؟ يعني رحتي، هل مثلا النادي الاهلي كان مستنيك؟ هل كابتن مودي دخلك؟ يعني دخلتي ازاي؟ دخلت من ناحيه الباسكت. يعني دخلتي ازاي؟ يعني هو عادي الجمهور اللي جاي كان قاطع تذكره؟ يعني ليه اجراءات؟ انت جيتي زي حد كان مودي. كابتن مودي هو اللي قال لبابا تيجي. هو اللي قال لك تيجي وهو اللي ظبط دخولك، لان انت لعيبه في النادي الاهلي، انت مش داخله يعني اي كلام. طيب دخلتي المباراه، نزلتي بقى الصاله تحت وقعدت يعني تفرحي مع اللعيبه ومبسوطه صح؟ الجو عجبك جدا فعلا. شفتي الماتشين المرتبط والرجال ولا الماتشين بس؟ لا هو ما لحقتش ماتش المرتبط. فاتت كتير، ماتش المرتبط كان حلو قوي. ما بيقولوا، انا كنت متابعاه على فكره. على والله فعلا. وانت عارفه اللعيبه كلهم؟ عارفه اللعيبه في المرتبط الرجال ولاد؟ انا مش عارفاهم كتير يعني عارفاهم شكلا بس. طب عارفه الكبار ايهاب امين ونجوم؟ عارفاهم كلهم. عمرو الجندي. ان شاء الله تبقي احسن واحسن باذن الله. طب قولي لي يا مدام، يعني يمكن يعني برضه جانا اكيد طبعا الخضه اللي انت شفتوها في الاول والمتابعه الطبيه والكلام ده كله، واخواتها، انا شايف اخواتها معاها برضه، اخواتها الاثنين معاها ما بيفرقوهاش الحقيقه، وانتوا كاسره بتدعموها بشكل كويس. يعني شايفه التجربه دي يعني خضه النادي الاهلي عليكم وكل المسؤولين، بدايه من كابتن محمود الخطيب مع الوزير عماد فاروق، المجلس كله بالكامل، كابتن خالد العوضي، شايفه خضه الناس عليكي؟ شايفاها يعني حسيتي بالخضه ومتابعتهم؟ لمستها اكيد، لمستها وشفت مشاعر جميلة جدا من الناس وأولياء الأمور، صاحباتها، مجلس إدارة كله، يعني النادي الأهلي من كبير للصغير بجد يعني. طب ده يمكن هون عليكم شوية يعني؟ هل ده أكيد؟ طبعا طبعا، وده دعمها جدا يعني. ده برضو إدها طاقة إيجابية، وهي يعني بتفرح بحب الناس وبدخلة الناس اللي بتيجي تزورها وتسأل عليها، ده أكيد ساعدها كتير يعني. طيب يعني اكيد التجربه دي بنستفاد منها حاجه، يعني ممكن كل واحد بيعدي بتجربه بيستفاد حاجه اكيد، وبيقول لا انا استفدت من هنا حاجه. استفدت ايه من التجربه دي؟ التجربه دي طبعا بتبقى الواحد لما بيكون اب او ام بتبقى عنده، هو تيجي فيه هو يعني طبعا الواحد يتمنى تيجي. طبعا اكيد. انت استفدت حاجه من التجربه دي؟ هل مثلا ان الشده، هل ان الواحد وجوده في كيان كبير زي النادي الاهلي برضه بيبقى امان وحصن امان للمجتمع متكامل؟ شايفه التجربه دي طلعت بيها بايه؟
والله حضرتك بص، انا التجربه دي يعني اول حاجه انا لمست مشاعر الناس الحلوه، مشاعر جميله جدا وصادقه بجد، يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه الانسان برضو لما بيتعلم من التجارب اللي بيمر بيها، يعني انا مثلا من التجربه دي اتعلمت مثلا ان الواحد يحمد ربنا بجد، يعني في رضا، يعني الحمد لله الواحد راضي بقضاء ربنا، واكيد ربنا برضو يعني ادانا الابتلاء ده، بس اكيد فيه لطف ورحمه من جواه اكيد، فالحمد لله على كل حال. وعايز اقول لك الحمد لله ان جانا معانا وبتتحسن، هو ده اكيد طبعا بتتحسن، اكيد بتتحسن وبتخش طبعا، يعني الحمد لله انا شايف الحركه احسن، شايف الحمد الايدين لله. بقت احسن، شايف النطق، شايف الرياكشنات، انا حاسس ان هي طبيعيه جدا. لا يعني الحمد لله الحمد لله، بس فاضل حاجه بسيطه الحمد لله باستمرار، وان شاء الله يا رب يعني إن شاء الله. يعني باذن الله ما تاخدش وقت اكتر من كده يا رب باذن الله ان شاء الله. لا انا عايز اعرف حضرتك برضو يعني كانت العلاج الطبيعي تمويك ولا، بس خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع جنى وطبعا والدتها مدام لبنى، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. جنى يمكن اجيلك، انتوا طبعا كنت فاتت المستشفى تروحيش المدرسه صح؟ طيب بدات تروحي؟ لا لسه ما رحتيش المدرسه لغايه دلوقتي. طب بتعملي ايه في المدرسه؟ هل حد بيجي يشرح لك؟ هل مامي بتشرح لك؟ هل ماما بتساعدني كتير قوي في المذاكره. يعني حتى اللي بيفوتك بتحاولي تعوضيه. طب حد تواصل منك من المدرسه؟ مدرسين، زمايلك في المدرسه؟ اكيد تواصلوا وسالوا عليا والحمد لله السلامه طبعا. طب هم عرفوه ازاي الموضوع؟ عرفوه ازاي؟ في واحده من فرقه 16 سنه، واحد زميلي معايا في المدرسه، يعني الاثنين بياخدوا درس مع بعض. فصاحبتي دي بلغته، هو بقى نشر راح نشر الدنيا نشر كلها في المدرسه وكلموكي وطمنوا عليكي. وماما بتساعدك في الدروس، يعني لو حاجه فاتتك بتحاول تشرحها لك. تحاول يعني انت، طب انت في المدرسه عملتي، هل خدتي التقارير ورحتي لهم ولا عملتوا ايه مع المدرسة؟ طبعا احنا المستشفى ادتنا تقرير يعني برضو بالحاله بتاعتها، ومثلا ان هي تبقى مثلا تاخد اجازه قد ايه عشان خاطر طبعا فتره العلاج بتاعتها وكده، فطبعا كل ده قدمناه للمدرسه. وطب والفتره اللي بتغيبها دي يعني محسوبه وكل حاجه ولا يعني ممكن تاثر عليها؟ لا محسوبه طبعا، محسوبه اكيد. طبعا واكيد ان شاء الله لما ترجع بالسلامه يعني ان شاء الله تعوض بقى اللي هي الله. اللي هو فاتها. طب قولي لي يعني برضو والد جانا برضو احنا يعني ما اتكلمناش عنه، كان برضه هو كان معاكي في لحظه ما تبلغ بالاصابه؟ طبعا ولا؟ انا رحت الاول وبعد كده لما لقيت بقى الموضوع ان هي هتتحجز وكده فكلمته. كلمتيه؟ هو برضه ما كانش مستوعب الموقف، هو كان فاكر خبطه عاديه. يعني فاكر يعني مجرد اسعافات بسيطه كده وهنمشي على طول. فجي طبعا اتفاجئ بالموقف، يعني لقيه موقف كبير شويه، كان مخضوض جامد جدا جدا يعني. كان منهار بصراحه عليها، كان منهار جدا عليها. لا بس ان شاء الله يعني الخضه دي على فكره بتخلي يعني الولد او البنت تحس بقد ايه هي طبعا يعني بغلاوتها اهميتها. طبعا ده كلام ما فيهوش شك يعني. أكيد. طب خلينا اتكلم عن يعني الباسكت برضه، نرجع للباسكت. انت بتلعبي مركز ايه؟ بلاي ميكر وكتر. بتلعبي الاثنين؟ واحد واثنين. بتلعبي واحد واثنين. طيب بس اكيد في مركز بتحبي تلعبي اكتر؟ انا بحب العب كتر اصلا يعني أكتر. يعني عشان بحس ان انا بدخل وبعدي وكده. وبتشوط اكتر على الباسكت؟ حاسه بكده. طب قولي لي يعني مستر داني رئيس قطاع الناشئين اللي هو يعني ماسك دلوقتي الفريق وماسك او فرق الناشئين كلها، تواصل مع جانا ولا ما تواصلش؟ طبعا تواصل معاكي؟ طبعا اكيد. قال لك ايه فاكره؟ جالي المستشفى اصلا. جالك كمان المستشفى. قال لك ايه فاكره ولا مش فاكره قوي؟ بس هو قال لي شدي حيلك وكده عشان الفرقه من غيرك وحشه. طبعا. وقال لي بنخسر كتير وكده. هو لطيف جدا جدا. وخلي بال حضرتك هي يعني روح عيله الاهلي ده مش طبعا مش شعار احنا بنقوله طبعا وخلاص. لا طبعا اكيد يعني الاهلي فعلا روح واحده واسره واحده بجد، يعني الواحد لمس فيه مشاعر جميله جدا وده مش غريب عنه طبعا اكيد يعني. صحيح صحيح. وخلينا اتكلم برضو عن يعني الدكاتره بتاعت الفريق، يعني اكيد في متابعه منهم، يعني هل دكاتره الفرقه بتتابع حال جنى؟ طبعا كانت يعني باتصال مستمر بالمستشفى ومتابعه الحاله طبعا، واحنا حتى لما بنتواصل معاهم بنلاقي عندهم علم بكل حاجه، عارفين متابعين حاله طبعا كل حاجه جدا. يعني اتصال على مدار الساعه يعتبر. طب هو العلاج الطبيعي جلسات العلاج الطبيعي كل يوم ولا بتبقى؟ لا هي كل يوم الفتره دي لمده مثلا 3 اسابيع. 3 اسابيع كل يوم؟ كل يوم يوميا. وبعد كده بقى ايه يعني هي حضرتك واخده زي ايه يعني
على مراحل كورسات يعني بالظبط كده يعني دلوقتي 3 أسابيع لحاجه معينه بعد كده هناخد حاجه تانية. بالظبط كده. طيب مع كل نهايه مرحله يعني الحمد لله شايفه التحسن يعني الحمد لله اكيد طبعا الحمد لله طبعا يعني الحمد لله مش طب هو انتوا يعني في العادي جانا ساكنه بعيد عن النادي ولا قريبه؟ لا بس قريب. السؤال ده لا قريب يعني خدت وقت اول ما اتنقلتوا ولا قريبه يعني انتوا لا قريبين من النادي قريبين مش بعيد يعني انتوا في الوقت ما تبلغتوا ما خدش ده وقت طويل جدا لا انا خلال العشر دقايق كنت عندها طبعا بس هما بصراحه يعني كل وقف جنبها. فاكره اتنقلت ازاي من الاهلي للمستشفى؟ لا ما كنتش موجوده في الوقت ده طبعا انت مش فاكره طبعا اكيد مش فاكره طبعا كنتش موجوده بس هو بصراحه في 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 يعني بسرعه جدا يعني انا 10 دقائق لقيتهم في المستشفى ولقيت ان هم بياخدوا اجراءات ان هم يعملوا لها الاشعه بتاعتها فالاسعافات كانت كل حاجه كامله بصراحه. حد تواصل مع حضرتك دايركت من المجلس يعني هل حد كلم حضرتك ولا من خلال اداره النشاط الرياضي من خلال الفرقه يعني حد من مجلس اداره تواصل مع حضرتك حد يعني جيل جانا ولا كان من خلال اداره النشاط الرياضي والدكاتره بس هم اللي بيكلموا حضراتكم؟ لا والله كل الناس يعني من النشاط الرياضي جو ناس كتير الواحد انا مش عايز يعني الواحد مش عايز انسى حد او اخص حد بس فعلا مفيش حد ما سالش على جانا يعني احنا في المستشفى يعني النادي الاهلي معانا يعني كل النادي الاهلي كله معانا بجد. في الفتره اللي كانت فيها في العنايه المركزه يا جانا انت ما كانش حد بيقعد معاكي صح؟ في العنايه المركزه ما كانش حد بيقعد ما كانش في مرافق طبعا ما كانش في مرافق لا. طب الفتره دي كنتوا بتطمنوا عليها ازاي؟ يعني توصلوا لها ازاي؟ يعني هي قعدت 5 أيام باين في العنايه المركزه صح؟ تواصلتوا معاها ازاي؟ كنتوا بتروحوا قلق كبير ما انتش عارفه هي اخبارها ايه؟ لا والله بص حضرتك هم كانوا يعني بصراحه متعاونين معانا كانوا برضو يعني شايفيننا قد ايه احنا متوترين والوضع بالنسبه لنا صعب فكانوا برضو ايه يعني ملتمسين لنا الاعذار وكانوا فعلا يعني كانوا بيكلموك بصفه مستمره مثلا التمريض الدكاتره كانوا بيتواصلوا معاك ولا انت كنت بتروح المستشفى؟ كنا بنروح وفتره مثلا ما بنروح لو احتاجنا اي حاجه بنلاقيهم طبعا بنلاقيهم على طول بصراحه. طب هو انت في حضرتك فاكره النطق اتحسن امتى قدرت تكلمي جانا؟ النطق اتحسن يعني خلال اسبوع 10 ايام كده بدات تتكلم اي نعم الحروف ما كانتش واضحه كفايه بس الحمد لله كان في استجابه في استجابه. طب انت فاكره المرحله دي يا جنى؟ ما انا كنت وقتها فايقه بس مش في حاجات برضو لسه مش فاكراها لسه فيها لا ما هو اللي مش فاكراها اكيد كل ما هتقربي او اليومين 3 اللي بعد الوقعه اكيد مش فاكره حاجه بس انت افتكرتي لما وعيتي وبدات تكلمي مامي وبدات ماما تجي لك مع الوقت بدات تفتكر يعني تفتكر مواقف تفتكر الموقف حصل ازاي تسترجع القصه حكت تسترجع تسترجع كل شويه حاجه كده. طب قولي لي انت يعني ان شاء الله بعد ما ربنا يكرم ان شاء الله وجانا ترجع تلعب تاني وتبقى كويسه هتبقى قلقانه شويه ولا هتبقى الدنيا دي يعني هيبقى قلقان عليها ترجع والله حضرتك انا من اول ما لقيت المنظر بتاعها في الاول قلت لها انت الباسكت كده انتهى بالنسبه لي قلت لها مش هتكملي يعني باباها طبعا ما وافقنيش في الكلام ده فقال لي لا ما تقولهاش كده لان هي متعلقه بيه قوي فما ينفعش تقول لها كده يعني ده يمكن اللي يديها الحافز انها ترجع فما ينفعش نقول لها الكلام ده بس انا من خوفي عليها قلت لها انت كفايه كده تقعدي قدامي ما تتحركيش تاني يعني انت عندي سلامتك بالدنيا طبعا طبعا اكيد انما بابا اكيد بس هي الباسكت في دمها بقى مش هتقدر تبطله طبعا بس هو الفكره هيبقى الواحد في الاول قلقان شويه بس بعد ما تنزل يوم واثنين وثلاثه خلاص هتبقى الدنيا اكيد ان شاء الله هتبقى الدنيا كويسه جدا ان شاء الله. طب قولي لي يعني انت نفسك تلعبي في الدرجه الاولى صح؟ طبعا طب انت شاركتي معاهم في تدريبات اتمرنتي مع الفريق لا يعني ما شاركتيش معاهم ما شاركتيش معاهم. طب انت بتشوفي جانا الالفي نفس اسمك بشوفها نفس الاسم بتاعك طب بتحبي لعبها؟ هي مركز تاني جد. ايوه هي ديفيد بس انا بحب لعبها جدا. ايه اللي شايفاه فيه حلو في جانا الالفي؟ اللي هي اساسا روحها حلوه دي حاجه لوحدها يعني متواضعه وكويسه ولطيفه وهي لعبها نفسها بتعافر على الكوره وتبقى حابه يعني انا لازم اجيب الباسكت على طول بحس اللي هي لما تيجي تدخل وتعافر وكده تجيب الباسكت وتاخد الفاول وتروح شايطه الفاول شوتين. طب انت عارفه ان جانا رايحه السنه الجايه الان سي دبليو اي راح جايه دوري الجامعات عرفتي؟ نفسك تبقي زيها نفسك تروحي زيها طبعا كرامي. طبعا نفسي مش هتبقى قلقانه من السفر؟ هو هبقى قلقانه في الاول وبعدين بابا وماما طبعا هيبقوا قلقانين على الحته دي اكيد بس انا هبقى حابه الموضوع علشان انا يعني انا كان نفسي اجي هنا من زمان يعني اللي هو نفسي ادخل الـ NBA من زمان والعب مع يعني
محترفه كمحترفه وكده. شدي حيلك يلا، خف كده ووقفي على رجلك ورجعي اتمرني تاني وتمرني تالت، وهتلاقي كل الناس بتقول لك يا ستي واحنا هنيجي المطار نوصلك ما عندناش مشكله. شدي حيلك بس انت وارجعي ان شاء الله وتخشي المنتخبات وتبقي زي الفل. طب انت يعني عندك او عندك الرغبه او عندك مش عارف اجيب، انا عايز اجيب التعبير، يعني قاعده مستنيه اليوم ده صح؟ طبعا طبعا، يعني انا حاسه ان انا ايه بقول لماما يا ماما انا عايز انزل دلوقتي اتمرن، انا قادره اتمرن. خلي بالك الباشن ده او الشغف ده ممكن يكون ده اول نقطه في علاجها والله. اكيد طبعا اكيد يعني، لان علاجها برده مش بس عضوي، نفسي طبعا. العلاج النفسي ده مهم جدا، ان هي تبقى نفسيتها يعني ايجابيه، وده بيديها طبعا عزيمه انها ترجع اكيد صحيح. اسرع يعني. وهي طالما حاطه قدامها حلم ان شاء الله ما تسيبهوش ان شاء الله. انا دي نصيحتي ليك، خطوات واحده ورا الثانيه، المهم دلوقتي نبقى احسن، نخف، نقف على رجلينا، نرجع تاني لفتنسنا الطبيعي، ان شاء الله نخش بعد كده حلمك ده هتحققيه ان شاء الله. طب خليني اتكلم معاكي بقى مثلا عن نشأتك في البدايه. انت لما بداتي يعني باسكت من عندك 6 سنين صح ولا انا غلطان؟ قلت لي انا دلوقتي عندي يعني 15، بداتي من 6 سنين. بداتي في الاكاديميات صح، وبعد الاكاديميات اختاروكي في اكاديميه، اللي في الجزيره ولا اللي في مدينه نصر؟ في الجزيره. اللي في الجزيره عشان البيت قريب من الجزيره صح، مش قريب من مدينه نصر. طيب وفاكره يوم ما عملت الاختبارات واختاروكي ولا مش فاكره؟ انا فاكره اليوم ده. ايه كان يعني اليوم ده؟ طب كلميني عنه. هو اساسا اليوم ده انا ما كنتش فاهماه، عشان يعني صغيره يعني بقى مش فاهمه ازاي. ما انا مش فاهمه اللي هو ايه اللي هيحصل. يعني طب ما كويس انت مش فاهمه عشان كده لعبت كويس. ايوه يعني تمرين وخلاص. ناس كتير قاعده وناس خايفه وناس بتعيط، وانا عالم تاني خالص. عالم تاني موازي خالص. هو انتوا فيها يا جماعه؟ لا ده كان اختبارات بس. طب قالوا لك ازاي بقى ان انت مع الفرقه او اختاروكي او كده؟ علقوا علقوا زي كشف اسماء كده، في اسماء وانا كنت بس هي بقى فرحه كبيره لما شافت اسمها. يعني يعني لان اولادنا كلهم يوم ده بيبقوا قاعدين مستنيين الكشف اللي اتعلم. طبعا يعني انا فرحت جدا بصراحه، يعني كان فرحه كبيره بالنسبه لي. كنت معاه في يوم الاختبارات ده؟ كنت انا وباباها. بس فاكره؟ طبعا طبعا. هي كانت خايفه، يعني هي برضو جواها خوف، وفي نفس الوقت يعني احنا بنطمنها، يعني الموضوع بسيط وما فيهوش حاجه وكده. بس كان برضو في رهبه انا كان برضو حلمي ان بنتي تبقى طبعا في النادي الاهلي اكيد طبعًا يعني طبعًا. بس فلما الحمد لله ربنا كرمنا وحققنا الحلم ده، كان بالنسبه لنا حلم جميل. فاكر ده كان من كام سنه؟ اصل هي بتبقى يعني هي طالعه وبعد كده بتمشي بعد كده. فاكر ده كان من كام سنه؟ لا مش متذكره صراحه. ممكن يعني من وانا عندي 7 سنين. متذكره قوي. متهيألي لا ممكن وانت عندك 10، بتهيألي بيبقى 10 او 10 9 11. مش متذكره صراحه. قصدي حضرتك على الاكاديميه. بالظبط بعد أيوة الاكاديميه. هي 10 سنين لو اول فرقه بتبقى تحت 10. بتهيألي انت دخلتي تحت 10. بس اصل اليوم ده بيبقى صعب. بس هي ما شاء الله روحها حلوه وعندها. لا ما هي حابه اللعبه جدا، يعني الانسان لما بيحب حاجه بيبدع فيها فعلا. هترجع احسن من الاول ان شاء الله. ان شاء الله. طب خلينا نطلع للفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني الموضوع لما بيبقى اللاعب بيتعرض لاصابه يعني وبيقع في الملعب، الحقيقه تبقى كل الناس متعاطفه معاه. يعني حضرتك شفته بتتفرجوا على مباراه كره قدم كره سله، وبيقع لعيب في الملعب بتلاقي كل الناس بتتعاطف معاه. ما بالكم بقى لما يبقى بنوته زي القمر يعني 14 15 سنه وقعت وقعه جامده الحقيقه وخضت كل الناس، اكيد كل الناس بتبقى قلقانه عليها. وده كان حالنا الحقيقه، واحنا كقناه النادي الاهلي كنا قلقانين جدا عليها، كنا متابعين على المستوى الشخصي حالتها. وخلينا اكلمها عن تجربه ثانيه بقى. يعني جانا امبارح احنا تواصلنا وكنا عايزينك تبقي معانا صح؟ مين اللي قال لك ان انت تروحي قناه الاهلي؟ ماما. انت اللي بلغتيها؟ طب لما ماما قالت لك قلت لها ايه؟ انا فاكراها بتهزر اصلا. انا ما صدقتهاش في الاول اصلا. قعدت تقول لي يا بنتي انت رايحه بكره قناه الاهلي. قلت لها ماما ازاي يا ماما؟ قلت لها لا، قلت لها انا الموضوع ما كبرش قوي كده، ما وسعش قوي. بس راحت قالت لي لا رايحه وكده، واكدت لي ووريتني الرقم اللي اتصلوا منه. طب وانت ما كنتيش قلقانه؟ هو انا كنت فاكره ان الموضوع غير كده اصلا. ليه بقى ايه اللي كنت فاكراه ولقيتي عكسه؟ انا فاكره ان الكاميرات بتبقى جامده وكتيره وفشنا كده. لقيت الدنيا ايه؟ طب ايه اللي شفتيه؟ عادي جدا عادي. صح كنا قاعدين في النادي صح، كاميرات عاديه محطوطه كده وانت مش مركزه معاها صح. طب قولي لي برضو لما تواصلوا مع حضرتك، يعني عندنا فريق البرنامج تواصل مع حضرتك واتكلموا وطلبنا ان حضرتك تشرفينا، الموضوع جه ازاي؟ والله هي استاذ عزه اتصلت بيا
وعرضت عليا الموضوع وقالت لي الميعاد وكده. انا طبعا ايه يعني قالت لي ممكن حضرتك او والدها، تمام. فانا طبعا استبعدت نفسي خالص يعني، لان انا ممكن ايه يعني الموضوع بالنسبه لي حاجه جديده وممكن يعني ما اكونش موفقه في الحوار خالص. فقلت لباباها، فباباها قال لي والله انا بس عشان الشغل وكده مش هقدر يعني، فامي بالموضوع يعني. بس انا طبعا كنت برضو انا حسيت بخوف يعني، هي فرحت كتير بس انا حسيت بخوف اكتر وقلق اكتر. بس حضرتك متحدثه كويسه على فكره جدا، ربنا يخليك والله بجد. ماما متحدثه كويسه قوي يعني، ما شاء الله عليك، بتتكلمي كويس وبتوصفي الموقف كويس ومش متوتره، لا يعني ما شاء الله. يعني يمكن عشان خدت التوتر كله بقى، ولا يمكن انا كنت امبارح ستريس جدا يعني. لا كمان وقعت جنى، دي وقعت جنى، ده التوتر لا دي يعني. بص حضرتك الفتره اللي جنى كانت تعبانه فيها دي انا كنت في عالم تاني خالص. انا يعني بقول لهم ما حدش يعني يعتب عليا في اي حاجه، لان فعلا اعصابي كانت تعبانه جدا جدا والله يعني. فالحمد لله على كل حاجه. وعلى فكره بمناسبه اخواتها كمان معانا في الاستوديو منورين وقاعدين كمان مع اختهم وقلقانين عليها. طب اخواتها عملوا ايه طيب؟ يعني لا يعني طبعا اتخضوا. هم ما كانوش متخيلين ان الموقف كبير كده، ما كانوش فاكرين ان جانا كده مره واحده ما بتتحركش قدامنا وحاسينها بتروح منهم. فلا كانوا منهارين بجد حبايبي. انا شفتهم قبل الحلقه بجد. كمان يعني طريقه تعاملهم مع جانا الحنيه. لا هم حنينين جدا عليها والله. الاسره هي الاساس. ايوه طبعا. يعني الواحد طبعاً لما بيحصل له اي ازمه بيرجع لاسرته على طول. اكيد الاسره أكيد. ما شاء الله عليكم اسره أكيد. يعني جميله ومتماسكه ومترابطه. فانا متاكد ان هتعدي ان شاء الله. ان شاء الله هتعدي المطب ده، هيبقى عادي جدا جدا ان شاء الله. طيب قولي لي يعني انت ايه اللي بتتابعيه؟ خلينا نروح بقى على هواياتك الثانيه. احنا اتكلمنا على الدراسه، اتكلمنا على تجربتك بقى مع التجربه اللي هي الاصابه، اتكلمنا عن تجربتك مع القناه حلوه. طبعا نتكلم عن هواياتك. يعني ايه الهوايات اللي انت بتحبيها غير الباسكت؟ انا بحب بحب الباسكت، بتفرج. هو اساسا وقتي كله بيبقى في الباسكت. حلو. ايه بقى يعني؟ هل مثلا بتحبي تتفرجي على مسلسلات؟ هل بتحبي مثلا ترسمي؟ بتحبي ترسمي؟ بحب ارسم قوي. بتحبي وكويسه في الرسم؟ لا هي رسامه جميله. يعني انا حتى حتى هي نفسها برضو ان شاء الله ربنا يكرمها كده وتدخل فنون جميله او تدعم برضو الموضوع. طيب اهو اكتشفنا حاجه كويسه. شد حيلك. يعني انت بتحبي الرسم؟ طب يعني بتلجئي ترسمي؟ يعني ممكن تبقي قاعده كده لوحدك تجيبي ورقه وقلم كده وتقعدي ترسمي، ولا لما يطلب منك؟ لا مع نفسي كده. مع نفسي. ممكن ممكن ابقى قاعده زهقانه كده ما بعملش اي حاجه، اروح ماسكه ورقه وقلم كده واقعد ارسم. طب هقول لك على حاجه، اللي بيرسم بيحب يرسم، ممكن واحد يحب يرسم الطبيعه، واحد يحب يرسم الاشياء اللي حواليه، واحد يرسم البشر يعني وش. انت بتحبي ترسمي ايه؟ انا برسم اللي في خيالي ده مرات، ومرات مثلا ابقى قاعده بتفرج مثلا على ماتش باسكت ولا كده، الاقي لاعب كده مثلا زي حركه مايكل جوردن عمل حركه او بتاع، تحب ترسميها؟ ارسمها. طب ويعني انا بسال ليه؟ لان كل واحد بيبقى ليه يعني في الرسم ميول. في واحد يحب يرسم الاشكال الهندسيه، في واحد يحب يرسم الطبيعه، شلال مثلا. انا الطبيعه مثلا، حيوانات، البني ادمين كده. ومحتفظينها بالرسومات بتاعتها؟ في حاجات هي برضو محتفظه بيها. وهي برضو على فكره برضو بترسم الوجوه حلوه قوي يعني، ما شاء الله. بتحب ترسم التفاصيل برضو. طيب ممكن تعملي لي رسمه وتديهاني لو سمحت؟ انا بجد انا عايزها منك. خلاص يعني انا ما بطلبش طلب، بس انا نفسي جنى احتفظ حاجه منك يعني. لان انا بحبك جدا. ربنا يعني انا حاسس ان يعني انت زي بنتي بالظبط والله. فعايز ترسميني ماشي؟ بس رسمه تبقى حلوه ان شاء الله. هتوعديني؟ وهستناها. وبالمناسبة لو جبتها لي انا يعني هطلعها في البرنامج واقول دي رسمة جنى اللي توقعها. ايه رايك؟ خلاص يبقى احنا كده خلاص، انت وعدتيني على الهوا. طب ايه تاني غير الرسم؟ تحبيش تخش مثلا في بنات بتحب تطبخ يعني؟ انا بتحبي تساعدي مامي؟ ايه بقى؟ طب ايه الاكله اللي بتحبيها؟ بعمل اكل كتير قوي. قولي لي. طيب فرحيني. حلويات. حلويات ايه مثلا في الحلويات؟ حلويات الشرقيه مثلا؟ لا لا ممكن عملت بسبوسه. عملت قبل كده بسبوسه. بتعملي تورت مع مامي؟ بجد؟ مرات انا اللي بعملها اصلا. طب بصي بقى، ده بص على دخلنا في سكه ثانيه خالص. بتتكتف على الهوا يعني. بصي قالت لك ده انا اللي بعملها كلها. يعني قالت لك بصي مش لازم بعملها مع ماما، لا قالت لك بصي انا اللي بعملها كلها يعني. انت مالك بقى؟ لا بس عايز اقول لك على حاجه، احنا برضو عايزين نشوف الكلام ده. هتعملي تورته وتصورها لي؟ هاجي هنا بقى التورته. ماشي. احنا رسم اي حاجه حضرتك تقولها. لا انا عايز الرسم بس، صوري لي التورته اشوف الرسمه واجيب لك التورته. لا تجيبي لي الرسمه واشوف التورته. لا التورته مش عايز. مش هتاكل تورته؟ لا هاكل طبعا. يا سلام لو تبعتي لي ده، انا وكل البرنامج ياكل، ما عندناش اي مشكله خالص. طب يعني هي بتبقى معاكي في يعني بتخش
معاكي بتشاركني بتحب تشاركني وانا مرات مثلا لما الاقيها بعمل حاجه وهي مثلا مش قدامي نادي عليها تنادي عليها. في رمضان بتعمل ايه برضو جانا؟ يعني في رمضان بتبقى معاكي في الطبخ ولا الصيام بيبقى بقى مدهولها ونايمه؟ لا والله يعني اوقات واوقات، بس لما بلاقيها فايقه كده ومصحصحه بخليها تشتغل معايا يعني. وهي حابه ده؟ هي حابه ده برضو. طب بس ده كويس. بس انت ما شاء الله يعني حلويات ايه ده، انت ما فيش خالص يعني، يعني جسمك ما شاء الله رياضي خالص. انت تطبخيها بس ما تاكليهاش؟ ليه؟ الحلويات لا، ما هو اللي بياكل حلويات لازم يبقى يعني هي بتحرق على طول بقى، ما بتستنيش. ما هو في طبيعه جسم حد بياكل بيحرق على طول، بس مع السن الحرق بيقل، خلي بالك لازم نظبط الحلويات. طب ايه تاني بقى، ايه تاني غير الاكل والطبخ؟ هل مثلا بتحبي تسافري مثلا البحر تقعدي؟ ايه بقى كلميني. يعني مثلا لما نيجي نسافر ولا كده ببقى قاعده كده مرات برسم مثلا انا فعلا قاعده. بس تحب البحر وتحب تروح على الشط والكلام ده وتحب تنزلي الميه؟ فعلا انا بعرف اعوم اصلا. ايه ده، ما طبعا ما انا كنت بعرف سباحه، كنت سباحه صغيره بس. بس طبعا عوم البحر غير، خلي بالك. يعني البحر ما قدار، على السباحه الموضوع حلو، انما في البحر الموضوع صعب جدا. طب يعني جنى كطفله مثلا في البيت هاديه ولا حركتها كتير؟ يعني انت كأم توصفي جنى ازاي؟ لا هي مش هاديه، مش هاديه ما شاء الله. والله ده حاجه جميله جدا. هي مش هاديه، هي يعني هي حضرتك مثلا ايه، لو كانت مثلا في تمرين انا مش موجوده معاها، واول ما تدخل البيت تحكي كل حاجه. طب ده حلو. تحكي كل حاجه، وحتى مرات اقول لها يا جنى طب يعني طب بالراحه، طب وطي صوتك. فهي لا، هي تحكي كل حاجه، هي هايبر شويه يعني. هايبر بس ده حلو. الشخص اللي بيبقى هايبر كده ما شاء الله بيبقى ذكي. لا هي ما شاء الله عليها ذكيه يعني ونبيهه جدا. وهي برضو حركتها في البيت يعني احنا مفتقدينها دلوقتي اكيد. يعني طبعًا. هي حركتها في البيت طبعًا حلوه طبعًا. يعني لا بس ده واحده واحده، ده لسه الطوفان جاي ان شاء الله. والبس ما ربنا يكرمها هنعوض كل ده، هنعوض كل ده. لو عندكم حاجه تتكسر بشيلوها بقى. طب علاقتها مع اخواتها برضو، انا عايز برضو الناس تشوف الجانب الثاني من جنى برضو، يعني علاقتها باخواتها الولاد. هل مثلا بتروح معاهم؟ هل متابعه ماتشاتهم؟ بتروح لها ماتشاتهم؟ بتشجعهم؟ يعني ازاي علاقتها مع اخواتها؟ لا هي بتشجعهم برضو يعني، حتى مثلا لما بيتفرجوا ماتشات كوره بلاقيها قاعده مركزه ومتابعه، وده كذا وده كذا. يعني انا ما بفهمش في الكوره قوي بس هي فاهمه يعني. اول مره. يعني هي هي متابعه عن قرب كمان. انا يعتبر بعرف العب كوره اصلا. انت قلت لي ده لولا بس ان انت يعني ما فيش كوره نسائيه كنت هتلعبي كوره. انت قلت لي انا اولادي اخواتي بيلعبوا كوره، فلولا ان ما فيش كوره لعبت بعد كده حاجه ثانيه. طب بتتفرجي على ماتشات الاهلي كوره؟ مين من اللعيبه اللي بيعجبك؟ لا بحب لعيبه كتير قوي. لا قولي لي اتنين تلاته. عمرو السوليه. طبعا. قفشه. قفشه طبعا. شناوي. شناوي يا سيدي تمام. مين تاني؟ عبد القادر عشان واخده رقمه اصلا. رقم 9. عارفه عبد القادر رقم 9 على طول، وحاطط جون امبارح صح؟ ايوه. وعايز اقول لك طب ايه تاني؟ مين تاني من اللعيبه؟ مين تاني من اللعيبه؟ حتى لو بره النادي الاهلي مش مشكله، مين تاني؟ ابو صلاح طبعا كل بيحبه طبعا. مفيش حد ما بيحبش صلاح. مفيش حد ما بيحبوش، مفيش حد ما بيحبوش يعني صلاح. كل الناس انا بنقعد نتابع اخباره كلها. يعني صلاح رمز النجاح. مين تاني قولي لي؟ انا مش فاكره حد دلوقتي. ده كفايه قوي اللي انت قلتيهم ده كده 100 100. طب لو ما لعبتيش باسكت؟ كنت تحبي تلعبي ايه؟ كنت احب العب ايه؟ كورة. اخواتي. واضح البيت كله كورة. طب اخواتها بيلعبوا كورة؟ تحت كام ولا؟ هم اخواتها يعني اكبر منها ب 2005 و2006. 2005 و2006. هم اكبر منها بسنة. سنتين. سنة وسنتين. فرق سنة بين كل. طب هم بيلعبوا كورة في الناشئين الاهلي ولا بيلعبوا في؟ لا بيلعبوا 2005 بيلعب في الشرقية للدخين. حلو كويس في الناشئين هناك. و2006 في وادي دجلة. كويس كويس. ممكن في يوم من الايام يبقوا احسن من الاهلي ويجوا بقى يرتبطوا بجنى. طب جنى بصي احنا البرنامج قرب يخلص، فعايز اعرف احلامك. احلامي؟ بتحلمي نفسك في ايه؟ انا نفسي ابقى يعني اوصل ان انا ابقى في الفيرست تيم في الاهلي ان شاء الله، ونفسي اطلع بقى احترف في الان بي اي. ده على مستوى اللعب طبعا. على مستوى الدراسه؟ الدراسه هي زي ما بابا بتقول برضه، نفسي اطلع عماره. واطلع يعني انا بالذات نفسي اطلع مهندسه ديكور. يا رب ان شاء الله. طب انت احلامك وطموحاتك دلوقتي بالنسبه لجنى؟ والله احلامي وطموحاتي طبعا بتمنى ان ربنا يوفقها في على يعني في الرياضه، ان هي ان شاء الله تبقى في الفريق الاول ان شاء الله. ربنا يفرحها واشوفها كده نجمه كبيره يا رب ان شاء الله.
ومن الدراسه يعني تدرس طبعا الحاجه اللي هي بتحبها والحاجه اللي هي هتبدع فيها وتدي فيها اكتر يعني. ربنا ان شاء الله يكرمها واشوفها حاجه حلوه باذن الله. مدام لبنى انا بشكرك شكرا جزيلا ربنا يخليك. اتمنى كل الشفاء لجانا ان شاء الله وتشوفيها احسن واحسن من الاول. ربنا يخليك ربنا يخليك جانا نورتيني وشرفتيني والف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شوفك بطله قد الدنيا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين ده كان النهارده حلقتنا مع جانا. اتمنى كل الشفاء اكيد لكل لاعيبة مصر ونتمنى السلامة أيضا لكل اللاعبين داخل الملعب وخارج الملعب. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى حلقة جديدة مع الأبطال.